دلوقتي شباب معانا بطاريه وهي 9 فولت وعايزين نقرا الفي باتري بتاعتها الالكتريك موتيف فورس. طبعا معانا الجهاز المالتي ميتر اللي هبدا اظبطه على مين. هنا الكم بحط الكم اللي هو بالاسود على الكم وبحط الاحمر هنا في مكان الفولتج تمام، وهنبص نلاقي نظبط على 200 فولت تمام او 20 فولت، خلينا على 20 فولت. وهنا ليها طرفين زي ما احنا شايفين كده اهو، هنا جهاز الفولتميتر يعتبر شغال فولتميتر كده اهو، هوصله مع البطارية ممكن حتى كده اهو على طول مباشرة، وهبدأ يقرا. قرا كام؟ قرا نيجاتيف 7.9. طب هنا ليه نيجاتيف؟ أكيد أنا عاكس البولاريتي بتاع البطارية، فأنا هعكس كده هيطلع بالبوزيتيف، طلع نفس القيمة بس اتشالت النيجاتيف. أوكي؟ طب راحت فين؟ ده هي 9 فولت، الباقي راح فين؟ الباقي بيستهلك في الانترنال ريسيستنس، يعني في فولتج بسبب الانترنال ريسيستنس زي ما احنا شايفين كده. هي مكتوب عليها هنا كام يا ولاد؟ تعالى نقراها. 9 فولت طبعا مستعمله من فتره من ناحيه، ومن ناحيه تاني في انترنال ريسيستنس جواها. اوكي؟ اوكي. Thank you.